السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أضرار نظام الكيتو دايت. المعاناة من بعض الأعراض الأولية يعد نظام الكيتو دايت أو ما يعرف بالنظام الكيتوني الغذائي قليل بالكربوهيدرات ومرتفع بالدهون. وفي بداية اتباع هذه الحمية الغذائية قد يشعر الشخص ببعض الأعراض حتى يتأقلم جسمه مع هذا النظام، ومن هذه الأعراض الصداع والتعب والعطش والتبول المستمر والإرهاق والجوع والغثيان والتقيؤ والتعرق. الجفاف يبدأ الجسم في بداية اتباع هذا النظام باستخدام الدهون بدلا من الجلوكوز كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى إنتاج أجسام الكيتون عند اتباع هذه الحمية، والتي تطرح خارج الجسم من خلال التبول المستمر، مما قد يؤدي إلى الجفاف وخسارة العديد من الكهار المهمة للجسم، كما يمكن أن تسبب بعض الأعراض الأخرى مثل الإعياء والدوخة والغثيان وآلام العضلات، حدوث خلل في الكلى والقلب حيث يكون مستوى الدم منخفض مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وذلك بسبب التبول المستمر مما يؤدي إلى الجفاف، والذي يسبب خلل في وظائف الكلى أو تكون الحصى فيها. كما تعد هذه الأملاح ضرورية لنبض القلب الطبيعي، ولذلك فإن نقص هذه العناصر يسبب ضرر للقلب. الطفح الجلدي. يعد ظهور هذا العرض أمر نادر ويتمثل بالتهاب في الجلد، والذي يسبب احمرار وحكة ويظهر عادة حول الرقبة أو الصدر أو البطن. تشنجات الساق. قد تحدث تشنجات في الساق عندما يكون مستوى الصوديوم في الدم منخفض جدا، ويمكن تعديل مستوى الدم من الصوديوم من خلال شرب الماء وإدراج كمية كافية من الملح إلى الغذاء. رائحة النفس الكريهة. حيث تفرز أجسام الكيتون في النفس والبول والعرق، ويعد الإيسيتون واحد من مركبات الكيتون، والذي يمتلك رائحة قوية وغير مرغوب فيها، ويعد هذا العرض بسيط حيث أنه يختفي بعد بضعة أسابيع من بدء الحمية، ويمكن التخلص من هذه الرائحة من خلال مضغ العلكة الخالية من السكر أو غسل الأسنان أكثر من مرة يوميا. الإمساك. يجلب اتباع الحمية الكيتونية العديد من التغيرات على الجهاز الهضمي، ويحصل هذا في بداية اتباع الحمية التي يتأقلم الجسم مع هذا التغيرات، ولذلك فإنه يوصى بشرب الكثير من الماء واستهلاك الأطعمة المليئة بالألياف مثل الخضروات غير النشوية والبقوليات والبذور والمكسرات، حيث تعد جميع هذه الأطعمة قليلة الكربوهيدرات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.